السلام عليكم. عدنا لكم كذلك، نستمر في الرحلة. احنا وصلنا ديك الوجهة ديال مرصدار، نبداو من تحت. كنا قبيلة لهيه فوق في لا مارين، ديك البلاصة صورنا، وبقينا هابطين مع هاد الجبل حتى هبطنا، حتى وصلنا لهاد المنطقة هادي. انا دابا كنشوف الدراري هما تيهم هنا في هاد المنطقة، وهادي هي مرصدار. راه الطريق اللي الوجهة ديال الطريق اللي غادية ديريكت لمرصدار، لا بلاج. هو ماشي بلاج، بلاج فيه الحجر، ما فيهش ترملة ولا شي حاجة، فيه حجر صغيرة وجميلة. وما دريك هو المنطقة، كنشوف المنطقة كلها. هادي هي الدورة ديالها، من هنا غنبداو يعني نشوفو دريكو هما هنا. نشوفو أسيدي هنا دور على المنطقة ديال المرصدار كاملة. رحلة موفقة للجميع. مرحبا بكم. هاديك الطريق اللي قلنا غادي كاينه ما بين جبلين، هما الواجهات، الواجهه علاش غاديين هاد لي باطونيت، هاد الباريجات الصغيره. هما شي غادي شي جاي، جوج غاديين وجوج غادي راجعين. المنطقه كتبان من هنا كلها. هذا هو البحر، البحر وراءكم والعدو امامكم. المنطقه ديال البحر وراءكم والعدو امامكم. كاين ما يتشاف، ما شاء الله. الدراري كيهم هنا بدون خوف ولا اي حاجه، وخا راه ما كاينش زعما اللي غادي يحضيهم ولا شي حاجه، وانما ربما كاينين دراري كيهم مزيان تبارك الله. انا كنشوفو الناس، ان الظل قريب كيوصل للمناطق البلايص ديال اش كيقولو، الناس كتطلع، هي الناس كتطلع وناس كتهبط. لا فوا شي طالع شي هبط. نجيب على صورنا بيا، هاي واحد باطونيت، هذا هيدا شي باطونيت. هذا مركوب، المهم لي غير كمل عليه كيركب ربما 20 درهم ولا 15 درهم، وفي حالات مثلا فاش كيكون شويه ديال سميتو كتكون حتى 10 دراهم. لي بغا يركب كيركب 10 دراهم، حتى 15 حتى 20 درهم. الصباح اللي كيكون شويه ديال سميتو تكون منافسه، وتكون الناس باغيه تهبط، وهادي هاد الناس شويه كيغليو شويه ديال، ولكن فاش كيخوى الحال كتولي 10 دراهم. المهم اللي بغى يمشي ما يمشي حتى توصل ديك ال 10 ولا هكا، بريباري الغدا ديالو ولا شي حاجه، داكشي اللي باش غادي يدوزو النهار ديالو، يدي معاه الماء. هنا راه ما كاينش الماء، الا ما ديتيش الماء راه ما كاين حتى حاجه. هو الوجهة ديال دابا غادي باش غادي يجيب الناس خرين اللي بغات ترجع لبلاصة. واحد شو هاد العوام هنا برافو عليه تيهم، ولكن انا بعدا مكنخامن هاد الشي. لا كبرنا على هاد الشي، مبقاش داك الشي علاش كنا شو الدراري حنا باش كنا صغار كنديرو هاد المغامرة. تراهم دراري خرين كاعهم هم بحال اللي قلنا، دابا 3 غاديين 4 غاديين، كاع 4 اللي غاديين، 4 ديال لي باطونيت. نطلعوا الفوق نشوفوا هنا من فوق، غادي نزيدو نطلعوا شي شويه باش نشوفوا البحر، البدايه ديال 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 المنطقه. ديك مرصدار، هذه هي مرصدار. اللي بغى يعاود نعاود ليك نعاودو السميه مرصدار، مرصدار بالجبهه. كان واحد الجرف هنا خطير، انا ما قدرتش نطل فيه، صعيب نطلعوا شويه نديروا مغامره على جرتكم. ها هو شتو كيدير، خطير. انا كتشوف الموت قدامك. شوف اسيدي، شوف هما الاخرين راجعين على البحر، شي غادي وشي راجع. يلا شوف ما شاء الله، راهم دراري فوق داك الجبل. نقربهم شي شويه، انا قربناهم، راهو بداك الجبل ما بين الجبلين، الجبل هذا اللي طيح في البحر، والجبل الاخر اللي فاش كيقول ليه. هذيك هي الوجهه ديال اللي بغى يدوز ليه كيدوز ليه، ربما الا قدرنا نقدروا ندوزو حتى ما شاء الله الا ساعدتنا الظروف نرجعوا. خرعينها واحد شي باطونيت هو دايس راكبين فيه الناس. هذا الوجهه ديالو غادي للمصدر كذلك، الجهه الضفه الاخرى، ماشي الضفه، الجهه الاخرى. اما الضفه راه كان فيها اسبانيا ولا مراكش، المهم هما عاديين في امان الله ورفي، والاخرين راجعين هما الاخرين راجعين.
شي تيمشي و شي كيجي. ايوا نكملوا الفيديو ديالنا ونرجعوا للمكان ديالنا ونشوفوا هاد البروج. هاد البروج ديال هذه ديال الحراسة. واحد الطير هنا، واحد الطير ليله طير البحر. نشوف هذاك سميتو ونرجعوا هنا ونمشيو لحويجتنا باش نهزوهم ونشوفوا الا قدرنا نمشيو حتى لذاك سميتو. نمشيو ما كاين باش نقدروا نمشيو باش غير باش نوريكم ان شاء الله هادشي كامل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سنعود ان شاء الله.